يا أهل مكة ومن حولها، أطفال ومواهب بجميع النجوم والزهرات في مطعم وملاهي أسماك البسمة، يومي الجمعة والسبت 21 و22 ربيع الثاني. عروض متنوعة ومسابقات، فرق استعراضية وجوائز فورية. الموقع خط جدة السريع قبل محطة الفتح مجمع الأسماك، وهناك مفاجأة بمناسبة تواجد القناة. اشحن بمئة واحصل على 100 إضافية مجانية. للاستفسار الاتصال على نسعد بكم.